عام التمثيل شنو كي بديت في التمثيل؟ صراحه في الاول ما اختاريتوش حيت كيبان ملي كتكوني ملي كنكونوا براج كيبان لينا داكشي مستحيل ممثلات ولا افلام كيبان لينا داكشي بعيد ولكن عندي جي بوكو شانس وعطاتني واحد الفرصه اللي كنشكر الحياه اللي عطات لي هذه الفرصه يا حكيم نوري اختارني باش ندير الفيلم ديالو الدور الرسمي ديال الفيلم ديالو ملي كان عندي 17 عام وديك الساعه ما كان عندي حتى علاقه غير شويه المسرح في الليسي ما كان عندي حتى علاقه بالتمثيل ودرت هذا الفيلم وكي قلت لك كنت مرعوشة عندي 17 عام ما عارفه والو ما عارفه شنو هي الكلمه ترافلينغ ما عارفه شنو هي الكلمه غرو بلون ما عارفه شنو هي كاميرا ولكن عجبني بزاف داكشي وتعلمت بزاف عن حكيم نوري وعايلته في الاخر ديال هاد الشهور ديال التورناج فرحت وقلت عجبني البلاطو عجبوني الكلمات عجبني ديك لامبيونس عجبني العلاقه اللي عندك مع المخرج بزاف حوايج عجبوني ديك الساعه حكيم نوري قال لي شوفي يا بنتي بغيتي تمثلي عندك شي حاجه في يدك ولكن سيري تقراي التمثيل ماشي غير اجي ومثل وهادشي اللي درت تصنت ليه مشيت وقريت دونك داك نفس العام اللي صورت داك الفيلم قصة حب مع حكيم نوري اللي مثل فيه يونس ميغري شديت الباك ديالي ومشيت نقرا في فرنسا وقريت في نفس الوقت قريت الاداب الفرنسي في الكليه وكنت في مدرسه المسرح و pendant mes études باقي كنت كنقرا مثل في الماروك حتى هذه كانت فرصه جميله و سي ان بو بروجي ومن بعد ساليت قرايتي ودرت حوايج اخرين حيت في الكليه مهم ولا ساليت قرايتي هادي عامين وداك الوقت كان قرار هادشي اللي بغيت ندير بغيت تكون ممثله حيت قبل واخا مع دوك التجربات واخا ما بحال ما كنت متيقنه بنفسي بما هادشي اللي بغيت ندير بالتالي فهمت ما هادشي اللي بغيت ندير الموهبه يمكن لها الموهبه الزهر كيوقع مرة تايك لا ما أنا الصراحة باش تكون صريح ما كان أمنش بلو تالون كان ظن بما كل واحد عنده شي حاجة كل واحد عنده شي وجه كل واحد عنده الصوت كل واحد عنده شي كل واحد عنده شي حاجة ما يهدي شي لاخر غير خدمة وخص الواحد يخدم ماشي حيت هاد الموهبة هاد الزهر هاد شي حاجة يمكن بيان سور كتوقعت مي مرة هكا ماشي ما يمكنلكش تقول هذه هي خدمتي الى ما خدمتيش انا قريت الاداب فدونك قريت مكتوبه تعلمت افكار شي حوايج كد شي حوايج في الشعر بزاف زعما الراس كيتعمر وكد وكنظن باش ممثل ولا فنان يقدر يبدا لابد خص الخيال ديالنا يكون معمر بشي حوايج اذا لابد تقراي تفرجي تصنتي وتعمري باش من بعد شي حوايج يخرجوا منك في المدرسه المسرح تعرفت مع لي غران زوتور ديال المسرح مع شنو هو المسرح كيفاش علاش خدمت مع دابا تياتر في الرباط وسي درت المسرح ما درتش غير السينما وكان كل تجربه كتزيدك شي حاجه حيت اولا في السينما ولا في المسرح كان لقاء مع مخرج ولا مع مخرجه حيت خدمت مع نرجس نجار وزكيه طاهري اللي هما النساء كان لقاء مع فنان اللي بحال ملي كتكون ممثل بحال الى المخرج كيعرض عليك في العالم ديالو سي ان تري بو كادو حيت هو كتب الفيلم ديالو هو هادي عام ولا
كمان هو كيخدم في الكتابه وكيجي كيعطي لك يقول لك انا كنامن بك باش تمثلي في الفيلم ديالي. اذا بحال عراضه في العالم في الاحلام ديال المخرج ولا ديال المخرجه. اذا كل تجربه كتعلمي شي حوايج حيت كتعلمي من الواحد. ومن بعد انا عرفت تعلمت بزاف من الممثلين اللي خدمت معاهم. دابا فهد بن شمسي اللي خدمت فيه مع اشاور فيلم ومع اشاور في المسلسل اللي داز في رمضان اللي فات ماشي الخضري. وممثل تعلمت بزاف عنده ناديه نيازي حتى هي، عمر لطفي، اسماعيل ابو القناطر، راويه. دابا راويه كانت ممثله هي من هذوك الخمسه د الناس في العالم اللي ملي كنت صغيره كنت كنقول وبغيت حتى انا بغيت هادشي. كانت كتسطيني، والنهار كتجيك الفرصه تخدمي مع شي واحد اللي كيسطيك. انا النهار الاول اللي صورت مع راويه كنت كلي كنترعب حيت كتلاقي شي واحد اللي كتحلمي كنتي كتحلمي به ودونك كتعلمي حيت كتشوفي اش كاين مورا هاد الصوره ديال راويه.